اضطراب جوي محمل بهواء بارد سوف يخص في بداية الأمر المناطق الغربية والوسطى إن شاء الله بأمطار راح تكون على شكل زخات، وتكون كذلك الزخات الأولى على المناطق الغربية والوسطى قد تكون أيضا مرفوقة ببعض البرد أحيانا. إذا هذا الاضطراب الجوي في نفس الوقت هو سريع سوف يتوجه للمناطق الوسطى والشرقية ظهيرة الجمعة إن شاء الله. إذا يوم الجمعة الأجواء راح تكون غائمة ماطرة، زخات من الأمطار راعدة أيضا على كل من المناطق الوسطى والشرقية للوطن. بالفعل تتوقع مصاح الأرصاد الجوية يوم الجمعة أن تتساقط بعض الثلوج على القمم التي يتعدى علوها 1000 متر الوسطى وكذلك الشرقية للوطن. أما ليلة الخميس والجمعة فالمرتفعات الغربية هي اللي سوف تكون معنية بتساقط هذه الثلوج. الاضطراب الجوي هذا أيضا مرفوق برياح قوية سوف تجعل من البحر على السواحل الغربية وكذلك الوسطى جد هائج، حيث علو الأمواج قد يتعدى 2 متر. درجات الحرارة القصوى هي الأخرى راح تكون منخفضة وراح تقارب حوالي 12 إلى 16 درجة فقط على السواحل، أما على المناطق الداخلية فهي ما بين 6 إلى 12 درجة مئوية فقط.